إثبات ذات وفزعة، أسباب ومعتقدات بتخلي كثير من الشباب يلجأ لأنه يستخدم ال ممكن ألجأ للون. هو مد إيده عليك أكيدك مد إيدك عليه يعني. وهون بيكون السؤال، شو هي الأسباب اللي بتدفع الشباب للعنف؟ صائد شيطان تطلع يعني الواحد أعصاب وكذا وهيك الجهل بمهارة حل المشكلات. إذا الحق مع إخواني يروح ما بعدك روح نفرضه. والعنف بيطلع من الأسرة ليوصل المجتمع في الشوارع وحتى الجامعات. ما برتاح لما يعمل مشاكل. العنف بيبدأ من الأسرة اللي وصل عدد الجرائم فيها العام الماضي إلى 17 جريمة، لترفع نسبة العنف الأسري إلى 33%، وبيمتد من هذا المجتمع، فبيشهد سنوياً عدد كبير من المشاجرات اللي صنفتها الدراسات على إنها أهم وأخطر أنواع العنف المجتمعي، ليمتد ويوصل حتى الجامعات والفئات المتعلمة فيها. هو مد ايده عليك اكيدك مد ايدك عليه يعني. اتخنقت مع حدا ومديت ايدي. اذا كنت على حق فهمت. اي سلوك عدواني ومؤذي تجاه الاخر سواء كان له شكل جسدي لفظي او نفسي حتى، وبيكون بهدف اما كسب غير مشروع او بطريقة غير مشروعة. وهون بيكون السؤال، شو هي الاسباب اللي بتدفع الشباب للعنف؟ وهل بيستخدم العنف وهو واعي ومدرك لخطره على نفسه وعلى الاخرين؟ وكيف بيلعب المجتمع دور في تربية أبنائه على العنف وتفريغ طاقاتهم لعدم اللجوء له؟ الجهل بمهارة حل المشكلات، وهي احنا نحكي عن مهارة يفقدها فعلا معظم شبابنا. كيف أحل مشكلة؟ ودائما الضرب أو العنف هو هروب وليس حل. يعني إذا حدا رفع علي آلة إلا ما مديدي مثلا، نحكي كلمة بكلمة، نقرة تطليعة ما عجبته الشخص اللي قبالي هو بكون استفزني يعني. صائد شيطان تطلع يعني الواحد أعصاب وكذا وهيك فمثال الواحد طلع شاب مثلا صرخ في وجهي في الشارع ولا طلع علي تطليعة مش مناسبة، مباشرة بدي أنتصر لهذه الأنا المكلومة، الأنا المذبوحة هاي اللي يعني الجريحة، فمباشرة بصيح في وجهه وتتشابك الأيدي وتتشابك العشائر ويعني إلى ما تعرفونه. ومع افتقار كثير من الشباب للغة الحوار السلمية، بيعبر عن غضبه باستخدام يده وصوته أحياناً إذا شعر بالاعتداء من الغير عليه. ولكن هل هناك دوافع أخرى للجوء الشباب للعنف؟ وهل شعوره بالظلم واعتباره أن العدالة الاجتماعية غائبة بيؤدي فيه لاستخدام العنف؟ شو يعني عدالة اجتماعية؟ يعني مثال أنه الغني يبقى غني أو يزداد غنى والفقير يبقى فقيرا، وهي مشكلة. لما أنا أشوف حالي في طبقة اجتماعية بقدرش أني أتجاوزها، وهذا عندي مشكلة هنا صراحة عويصة، لأنه أنا في الحالة هاي رح أبلش ألاحظ أنه في نار ستنشب بين الطبقات. عدم الشعور بالعدالة الاجتماعية بيكون سبب أحياناً لاستخدام العنف اللي ممكن يوصل لحد الجريمة في المجتمع. ولكن شو الدور الحقيقي اللي بيلعبه المجتمع في تربية أبنائه وتأسيس العنف لديهم؟ وهل الشباب بيستخدم العنف ليدافع عن نفسه فقط، أو ممكن يستخدمه تحت مبدأ الفزع على غيره؟ راح صاحبي بده يفزع أكل هواي بوجهه. إذا مع أولاد عمي أصحابي أكيد راح أتدخل معه. إذا الحق مع إخواني يروح ما بعدك روح نفرضه. ولكن هل دور المجتمع بيتوقف عند هذا الحد فقط فيما يخص العنف واستخدام الشباب إله؟ ما برتاح لما يعمل مشاكل. ما في، هذه هاي الفضاوة، هذا إنسان العايش عشان يعمل هاي الشغلات إنسان فاضي. أي موضوع البطالة والنظر في هاي النسب المتزايدة وهذا الارتفاع المضطرد المخيف، فلابد إعادة النظر في هذا الشيء وأن أنظر إلى الأرقام ويكأنها مؤشر للسلام المجتمعي. وبعيدا عن المشاجرات المجتمعية، بتعاني كثير من البيوت الأردنية من ممارسة العنف على بناتها من قبل الإخوة والأهل، فكيف ببرر المجتمع هذا العنف وكيف بتعامل معه؟ أصلا الأسرة هي المزود الأول للسلوك، فلما أنا أشوف طريقة التربية خاطئة مبنية على النقد والضرب مثلا، أو أن يكون هناك نموذج عنيف في الأسرة، وهذا أيضا يعني مشتق من مشاكل زواجية بتكون وما إلى ذلك. والعنف بيطلع من الأسرة ليوصل المجتمع في الشوارع وحتى الجامعات بين الفئات المتعلمة. والسؤال، ليش هاي الفئات تلجأ للعنف وبتنشغل فيه؟ القانون والنظام هو من لديه السلطة والسطوة أكثر من العلم، حتى نكون واقعيين. هي واحد. رقم اثنين، طب هذا علم موجود، ليش ما ردع صاحبه عن العنف؟ لأنه باختصار المعلومات اللي بيأخذها الطالب في الجامعة لا تؤدي إلى أنه يكف إيده عن العنف، لأنه نحتاج إلى أيضا تربية نفسية. البعض بيستخدم العنف بدون أي تفكير بتبعاته وخطورة العنف على نفسه وغيره، وبيجهل أنه ممكن ينحبس أو يصير عليه قيد، وبيفضل حل المشكلة عشائريا. كن عشائريا أحسن يعني. لا، احنا عشائريا بحاول حلها داخليا أفضل لي. أنا أدعو كل شاب الاطلاع على قانون الجرائم على سبيل المثال، أو القانون بشكل عام، وإن كنت أرى أنه فيه ثغرات
لابد للمنظومة عندنا في البلد أنها تعيد صياغة بعض القوانين حتى لا تدع هناك أي مجال للمجرم أن ينفذ جريمته. ومع وجود عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات العالمية اللي بتحارب وبتناهض العنف، إلا أنه البعض ما زال بيستخدمه في حياته. القرار في النهاية في أنك تمد إيدك على شخص أو تأذيه ممكن ياخد منك ثواني أو دقائق، ولكن أثره رح يمتد على كل حياتك.